تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. محمد كلش. أهلا بكم. قيس سعيد رئيسا لتونس، كما كان متصدرا لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 من الشهر الماضي، فقد جاءت الدورة الثانية أمس لتؤكد فوزه وبشكل كاسح على منافسه نبيل القروي، متخطيا نسبة 75% من الأصوات مقابل الأقل من ربع النسبة المئوية للقروي. ماذا وراء هذا الفوز الكاسح لقيس سعيد؟ ما دلالات نسبة المشاركة التي تخطت 57%؟ مع من سيحكم تأييدا أو معارضة قيس سعيد؟ أي حكومة ستتشكل في ظل برلمان مشتت التكتلات؟ هل نتوقع رئيس حكومة من النهضة؟ ما هي التحديات المطروحة اقتصاديا، سياسيا، أمنيا؟ ما الذي شد النهضة إلى دعم قيس سعيد؟ هل قيس سعيد هو ذو ميول سلفية محافظة كما يراه البعض مع رفضه للتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة وإقامة الدولة المدنية، وإن كان رافضا أيضا للدولة الدينية؟ أسئلة أحملها في هذا البرنامج الخاص لضيوفنا داخل الاستوديو. عبد الناصر العريض، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ممثل حركة الشعب عن دائرة فرنسا. مرحبا بك، صباح الخير عبد الناصر العريض. مرحبا وشكرا على الاستضافة. وأيضا سيكون معنا بعد لحظات العضو في حزب قلب تونس، قلب تونس أي حزب نبيل القروي، أكرم الزاوي، ننتظر وصوله إلى الاستوديو. والمحلل السياسي عادل الطيف، عادل الطيف سيكون معنا عبر الهاتف. عادل معنا، صباح الخير عادل. أهلا، صباح الخير ومرحبا بضيف. ومراسلنا الدائم في تونس ثامر الزغلامي، صباح الخير ثامر مجددا. ثامر ليس معنا، وددنا أن نبدأ مع ما ينقله لنا من تونس مراسلنا ثامر زغلامي، لكن ثامر زغلامي لم نتمكن من الاتصال معه حتى هذه اللحظة. أتوقف معك إذن أستاذ عبد الناصر العريض. العرض. نعم، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. بداية، يعني كيف تفسر دعم حركة الشعب لقيس سعيد؟ مرحبا ويعني شكرا على الاستضافة والتحية لكل المستمعين. في البداية، قبل الإجابة على السؤال، أود أن أعبر عن سعادتنا بهذا العرس الانتخابي، سعادتنا أيضا بهذا الانتقال السلس للسلطة الذي بدأ منذ يوم وفاة الرئيس السابق المرحوم البجدي قيد السبسي، حيث أن في نفس اليوم توفي الرئيس وانتقلت السلطات الوقتية لرئيس البرلمان، وفي نفس اليوم تحصلنا على تاريخ الانتخابات، وهذا يدل على أن المؤسسات التونسية في إطار ديمقراطي يعني تشتغل بشكل ممتاز. بالنسبة للانتخابات الرئاسية، حركة الشعب كان لها مرشحها في الدور الأول، وهو أحمد الصافي سعيد الذي حل في مرتبة ممتازة، مرتبة السادسة. وفي الدور الثاني قررت الحركة مبدئيا ومن دون حتى أي تشاور مع أي من المرشحين دعم الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني. يعود هذا لمجموعة من الأسباب. ممكن العامل الأول الذي دفعنا لدعم الأستاذ قيس سعيد هو في البداية هذه الصورة التي نراها فيه الإنسان المثقف، هو جامعي، الإنسان المبدئي، الإنسان الذي لا يتدخل يدخل في مناكفات سياسية مع الغير. يعني عندما رأينا هذه الهبة الشعبية وخاصة الشبابية لصالح قيس سعيد، ارتأينا أن قيس سعيد هو قادر على رفع بعض الشيء من المستوى الخطاب السياسي في تونس، خاصة وأن في السنوات الفارطة الشعب التونسي وخاصة الشباب
ابتعد شيئا على السياسة بسبب كل هذه الصراعات السياسية والمناكفات التي هي بعيدة كل البعد على تطلعات الشعب. والأستاذ قيس سعيد أعادنا إلى المربع الأول، مربع المطالب بالثورة. ثم من حيث البرامج، ممكن قد ينتقده البعض على أساس أن ليس له برنامج متكامل ومفصل، لكن على الأقل يوجد بعض التوجهات الرئيسية التي تتوافق مع توجهات حركة الشعب. ممكن أولها السيادة الوطنية، وقد رأينا ذلك في المناظرة يوم الجمعة، حيث أن حتى نبرة صوته تغيرت كلما تعلق الأمر بالسيادة الوطنية، بالموضوع الليبي، بموضوع التطبيع مع 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 إسرائيل. وفي جانب آخر، حتى أن رؤيته للديمقراطية التشاركية أو المحلية، هذا شيء يعني يتوافق مع توجهات الحركة، بأن مثلا ممكن ندخل في التفاصيل، ممكن أن تغيير النظام الانتخابي حتى تكون هناك دوائر انتخابية صغيرة في المحليات عوض الجهات، بحيث يقع الانتخاب قائمات صغيرة من شخصين أو ثلاثة، حتى يتمكن المواطن من هذا المزج بين الاختيار بين الأحزاب والأشخاص، وحتى نبتعد على نتيجة 2014 حيث أن الناس صوتوا لشيخ أو لرئيس حزب ومن دون معرفة حتى من هم في القائمة. وتحصلنا على برلمان للأسف في الخمس سنين الفايتة ليس بالمستوى يعني متواضعة في النقل. عمليا كنتم كان عند كان لحركة الشعب ثلاثة نواب داخل البرلمان خلال الانتخابات السابقة، اليوم لحركة الشعب 16 نائبا، أحرزتم تقدم كبير. برأيك ماذا وراء هذا التقدم؟ دعني أعرف بحركة الشعب. حركة الشعب هي حركة عروبية قومية عربية ناصرية تحديدا. نعم. ويبدو اسمك عبد الناصر من هنا. يعني إلى ماذا تعيد هذا التقدم الذي أحرزته حركة الشعب على مستوى الانتخابات التشريعية؟ في الانتخابات التشريعية ممكن يعود هذا النجاح لحركة الشعب لعاملين رئيسيين، عامل ذاتي وعامل ممكن موضوعي. بالنسبة للعوامل الذاتية، حركة الشعب منذ تأسيسها يعني بعد 2011 اشتغلت فقط على مطالب التونسيين في 2011، لم تنخرط في كل ما هو صراعات سياسية، لم تنخرط في كل ما هو سياحة حزبية التي رذلت المشهد البرلماني، وكذلك اعتمدت على خطاب رصين في كل مرة، وأن تصير أزمة في البلاد والأزمات تعددت في السنوات الفارطة، كانت حركة الشعب تعتمد خطاب تجميعي، خطاب يعود بناء إلى متطلبات الشعب وتبتعد على كل ما هو السياسة السياسوية. هذا جانب أول. الجانب الثاني، حتى من خلال اختيارنا لرؤساء قائماتنا في الجهات، لم يكن ذلك بالإسقاط من المركز، تركنا لكل جهة اختيار يعني الشخصيات الوازنة المحترمة التي لها يعني قبول شعب المعروفة. نعم. يعني على الأرض. على الأرض. لأن لاحظنا في السنوات الفائتة نزول لمستوى الثقة في السياسة والسياسيين، إذن أردنا أن نرتفع بالمستوى الخطاب السياسي. ثم الجانب الموضوعي، ممكن خيار حركة الشعب في أنها في الدور الأول للانتخابات في ترشيحها لصافي سعيد لما له من شعبية، يعني صافي سعيد هو شخصية عروبية لكن مستقل، صار الاتفاق بينه وبين حركة الشعب على أساس أن حركة الشعب تدعمه كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية، ثم هو يدعمها في الانتخابات التشريعية، وكان تحالفا ناجحا وأفرز عن نتائج ممتازة ونحن راضون عن ذلك. دعني أطرح سؤال على أستاذ عادل الطيفي مجددا. صباح الخير. يعني سؤالي، ماذا وراء هذا الفوز الكاسح لقيس سعيد برأيك؟ وفي الحقيقة يعني هو كأننا اقتربنا من يعني الاستفتاء بنعم أو لا، وكذلك يعني هو أكثر من تصويت عادي على الانتخابات، وهذا يعود إلى الشكل الذي اتخذه الدور الثاني من حيث المحتوى. المحتوى بدا كأنه يعني الخير ضد الشر،
وهنا أحلل يعني بشكل موضوعي هنا، لأنه أصبح هناك يعني الخيار في الدور الثاني هو بين الفساد وبين النقاء، وطبيعي جدا أن يذهب يعني تذهب أغلب أصوات في أي مجتمع إلى النقاء وإلى النزاهة ضد الفساد. أقول هذا بصفة عامة بطبيعة الحال، الصورة التي يعني بقيت لنبيل القروي المرشح الثاني هي صورة الشخص الفاسد، وربما عملية سجنه كأنها أكدت للرأي العام يعني تلك الصورة، زيادة على أن خصومه السياسيين يعني ركزوا على هذه النقطة، مع العلم بطبيعة الحال هو في الحقيقة له إشكاليات قديمة واضحة، مثلا تسجيلات صوتية كانت تبرز أنه يعني يحرض على نشطاء المجتمع المدني بطريقة غير لائقة بالمرة، كذلك استغلال يعني غير قانوني لقناته التلفزية إلى غير ذلك، لكن من حيث التهرب الضريبي والسرقة وإلى غير ذلك في الحقيقة هذه مسائل غير ثابتة قانونا إلى حد الآن، قضيته لم يعني ما زالت جارية ولا يوجد فيها إثبات. في المقابل بطبيعة الحال هذا الطرف الثاني السيد قيس سعيد وشخصية محترمة من حيث البعد الأخلاقي كما أقول، يعني شخصية محترمة نظيفة أستاذ جامعي إلى غير ذلك، كذلك يحيل على مستوى تخصصه القانوني إلى إمكانية تطبيق القانون إلى غير ذلك. يعني هنا وكأن التونسيين أو جزء كبير من التونسيين وخاصة من الأحزاب السياسية، تعرفون أن أغلب الأحزاب السياسية يمينا أو يسارا كلها يعني ذهبت لمساندة قيس سعيد، وبالتالي هذا الإجماع السياسي في الحقيقة كأن هناك نوع من الإجماع الوطني إذا اتخذنا يعني الأحزاب السياسية، رغم أنه جزء كبير من يعني تقريبا قرابة 53 أو 54% من الأصوات التي تحصل عليها السيد قيس سعيد هي لم تأتي من الأحزاب، لكن بطبيعة الحال الـ يعني توجه أغلب الأحزاب إلى تزكية قيس سعيد يعني حمس العديد من المواطنين العديد وخاصة من الشباب وأغلب الشباب غير متحزب إلى التصويت لصالح قيس سعيد. يعني هذه جملة المعطيات في الحقيقة التي تؤكد يعني على أن الترشح أو التصويت لصالح قيس سعيد هو كان بمثابة إجماع وطني في فترة حساسة، وفي فترة يعتبرها يعني الناخبون فترة حساسة لأنها فترة حرب ضد الفساد. يعني لحد ما تذكرني بما حصل في يوم ما في فرنسا بالتصويت يعني شيراك ضد جون ماري لوبان في فترة ما، وذهبت كل الأصوات بطبيعة الحال إلى جون ماري إلى جاك شيراك تقريبا بنسبة 80%. تلك النسبة العالية والمرتفعة جدا هي تعود إلى ذلك الإجماع الوطني في سياق حساس جدا. هذه أعتقد حسب رأيي الأسباب الرئيسية التي تفسر يعني هذا التصويت الهائل لصالح قيس سعيد ضد نبيل القروي، خاصة ويعني لابد من التنسيب، يعني عندما نقول أن هناك يعني تصويت يعني جارف لقيس سعيد ضد الفساد نبيل القروي، يجب أن ننسى أن في الانتخابات التشريعية حزب نبيل القروي هو تحصل على المرتبة الثانية. يعني حتى عندما نقول أن هناك توجه عام في هذه الرئاسية للتصويت ضد الفساد، الحقيقة أن يجب تنسيب هذا الرأي، لأن في الانتخابات التشريعية حزب نبيل القروي تحصل على قرابة 40 مقعدا، يعني هو القوة الثانية حاليا في تونس، ولذلك هناك اختلاف كبير بين يعني الانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية والانتخابات التشريعية، وربما هذا يحيل كذلك إلى أن جزء كبير من التونسيين
هنا نبتعد حتى عن النتيجة لصالح قيس سعيد أو نبيل القروي. بغض النظر عن النتيجة، من الواضح من هذا الدور الثاني أن التونسيين ما زالوا متشبثين بمؤسسة الرئاسة تقريبا أكثر من مؤسسة البرلمان، بالرغم أنه حسب الدستور الجديد البرلمان هو مكان الحقيقي للسلطة في تونس وليس رئاسة الجمهورية. شكرا أستاذ عبد اللطيف، لنستمع إلى مقتطف مما قاله نبيل القروي الذي خسر إذن الانتخابات الرئاسية. كلكم تعرفوا شنو صار، يزمنا لو كان ما تسجنتش باطل. مانيش باش نرجع على مشروع الاقصاء والهرسلة اللي عشتها من نهار صرحت، ما خفتش وقدمت ورغم الظروف اللي كنت فيها في الحبس، رغم الظروف النفسانية والبدنية اللي كنت فيها، ومشيت للمناورة حتى كان ما كنتش حاضر على خاطر كيفاش تحبوني حاضر. المرشح الآخر ينجم يقابل أنصاره وأعضاء حملته ويقابل منظمات والشخصيات ويحكي معاهم على برامجه وأفكاره ويوجه حملته. المرشح في الحبس ما ينجم يعمل حد شيء. نبيل القروي الخاسر في هذه الانتخابات الرئاسية التونسية، والذي حصل إذن على أقل من ربع الأصوات، لكن ما الذي قاله الفائز قيس سعيد؟ أبهرتم العالم بتنظمكم التلقائي، وليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص، لأن مشروعنا مشروع قائم على الحرية. انتهى عهد الوصاية، هو ارتفاع شاهق في التاريخ لم يسبقنا أي شعب إليه. الأطفال تطوعوا، الشباب والنساء والحرائر تطوعوا بإمكانياتهم الذاتية، تصدوا لكل المؤامرات ولكل المناورات بعزيمة ثابتة. قيس سعيد وينضم إلينا في هذه اللحظة تماما المحلل السياسي الدكتور خطار بودياب، الباحث. دكتور خطار بودياب صباح الخير. أهلا بكم. أشكرك على انضمامك إلينا. سؤالي عن نسبة المشاركة، تحدثنا عن أسباب هذا الفوز الكاسح لقيس سعيد، وأطرح السؤال عليك نفس السؤال مضيفا عليه نسبة المشاركة. كيف تفسر هذه النسبة الكبيرة العالية للمشاركة، أكثر من 57%، فيما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أقل بكثير؟ أحييكم وأحيي فريق العمل وكل من يتابعنا. بالطبع نحن أمام منعطف مصيري في تاريخ تونس، وبالفعل كما تكلم الفائز الأستاذ قيس سعيد، تونس دوما تفاجئ العالم، وضمن هذه المفاجآت أن نسب الانتخابات عالية جدا في الرئاسيات على عكس التشريعيات، ربما لأن الناس لاحظوا أن هناك هذا الفارق، ليس هناك نفس العناصر التي وصلت منذ 2011، وهناك إذن من يتمرد على المؤسسة وهو يجيء تحت عنوان أنه مرشح الثورة أو أنه مرشح التغيير. هذه هي الملاحظة الأولية. ربما الاستقطاب أصبح أهم في الانتخابات الرئاسية، دوما عندما نتجه من الدور الأول إلى الدور الثاني يصبح هناك كل صوت على المحك، ولذا هذه العوامل وربما رغبة الشعب التونسي بتحقيق إنجازات لم تصل بعد منذ 2011 حدث به لأخذ هذا الخيار والنزول بقوة إلى الصناديق من أجل تحقيقه.
نعم، أعود إلى الأستاذ عادل لطيفي وإليك أيضا أستاذ عبد الناصر بلهراد ممثلا الحركة الشعبية التونسية لتناول آلية واندفاعة المواطن التونسي نحو صناديق الاقتراع في أي حالة سياسية نفسية اجتماعية يندفع إلى صناديق الاقتراع. لربما في هذا لربما يحق لي أن أقول بأن تونس أعطت النموذج. كيف؟ أصوات مواطنين بدوا متحررين من أدلجة، إذا جاز القول، أدلجة الأحزاب التقليدية، وأيضا وهذا أمر مهم جدا يعني من الانتماءات القبلية، هي أصلا غير موجودة في تونس الانتماءات القبلية أو الطائفية كما الحال في أماكن أخرى من العالم. برأيك أستاذ عبد الناصر بالأراد، ما مرد هذا التحرر من الانتماءات القبلية وغير قبلية في تونس؟ في البداية بالنسبة للدور الأول للانتخابات الرئاسية كان الإقبال ضعيف، رغم أنها هي انتخابات رئاسية وكذلك في انتخابات تشريعية. ما جعل الإقبال كثيف وممكن حتى يصل إلى 57 أو 60% في الانتخاب في الدور الثاني هم عاملان رئيسيان. العامل الأول هو هذا الزخم الذي عشناه لمدة 10 أيام، وهذا ما يسمى بالمنافسة المباشرة بين توجهين لهم كل البعد في توجهاتهم وفي الصورة التي يسوقها كل مرشح لنفسهم. الواحد على نقيض الآخر. على نقيض الآخر. تماما. يعني في الدور الثاني يوجد خيار. بينما في الدور الأول شهدنا 26 مرشح. وأغلبية المرشحين هم من نفس العائلات، يعني في العائلة اليسارية كان هناك 3 أو 4 مرشحين، في العائلة الإسلامية 3 أو 4، في العائلة الدستورية كذلك، يعني تشابهت الترشحات، لكن في الدور الثاني يبيض يسود كما نقول، مما جعل هذه الهبة. لكن العامل الثاني وهو المهم هو ناخب المرشح الذي نجح قيس سعيد، لأن ناخبي قيس سعيد فيهم أكثر من الثلث هم ناس لم يصوتوا سابقا في الانتخابات التشريعية، يعني كانوا مسجلين لكن غير مهتمين كثيرا بالسياسة، وفيهم أكثر من الربع هم من صوتوا قبل ذلك لقائمات مستقلة، يعني هم ناس غير مسيسون أو غير مؤدلجين. يعني هذه الهبة نعتبرها هي أكثر، كما ذكر الأستاذ عادل اللطيفي، أن هذه هي أكثر هبة شعبية جعلت من مستوى يعني المشاركة يرتفع، وشهدنا حتى الاحتفالات ليلة مبارحة في عديد المدن. هذا العامل الرئيسي الذي جعل هذه الهبة. العامل الثاني أن قيس سعيد أعطى صورة الإنسان الذي جاء من خارج المنظومة لم يحكم سابقا، بينما شهدنا في الدور الأول أو في الانتخابات التشريعية أن المواطنين عاقبوا الأحزاب التي حكمت منذ 2011. عاقبوا حتى نداء تونس، حتى نداء تونس، حتى النهضة، رغم أن في المرتبة الأولى يعني النسبة انخفضت بشكل كبير، ورغم أن كنا نظن أن النهضة لها يعني نواتها الصلبة، ويعني وقع كسر هذه الأسطورة. وهذا أعطي رقم فقط إيضاحي، تراجع نداء تونس كان له 86 مقعدا في البرلمان، 86 بات له 3 مقاعد، 3 مقاعد فقط. وهذا ما يحملني على تحرر الناخب التونسي بشكل عام من الأدلجة الحزبية ومن الانتماءات القبلية والزعيمية. وإلى والشيء أيضا الإيجابي الذي يسعدنا ويسعد كل التونسيين أننا خرجنا من تلك الثنائية الاستقطاب الهووي الذي عشناه في 2014، وكذلك هذا الدعوة للتصويت المفيد. يعني الآن الناس لم تعد حبيسة هل أنت مع المحافظة أو هل أنت مع التقدمية والحداثة. الآن الناس عرفت أن في السنوات الفارطة عشنا أزمة مالية، وأن ما يحدث الفارق هو البرامج، وهي مكافحة الفساد، وهي تطبيق القانون، وهي السيادة الوطنية.
نعم. أعود أستاذ عادل لطيفي، وددت أن أطرح السؤال نفسه عليك بالنسبة إلى تحرر الناخب التونسي من الانتماءات القبلية والزعيمية بين مزدوجين، وأيضا طبعا أدلجت الأحزاب. سؤالي ذو بعد سوسيولوجي سياسي يعني بنفس الوقت، يعني إلى ماذا نرد هذا التحرر من الانتماء القبلي بشكل عام في تونس؟ هو في الحقيقة، وأنا أقول ذلك بناء على في الحقيقة على تخصصي في هذا المجال، واللي في الحقيقة كتاب سوف يصدر بعد شهر سوف يعني فيه إجابة عن هذه الإشكالية. الحقيقة هو يعود إلى مسار تشكل الدولة الوطنية في تونس، وهذه هي ربما الميزة الأساسية للحالة التونسية بالمقارنة مع أغلب البلدان العربية، وهي عراقة مسار تشكل الدولة الوطنية في تونس. عندما أقول تشكل الدولة الوطنية في تونس يعني تشكل الهوية الترابية الذي بدأ تقريبا من العهد المرادي، يعني في أواسط القرن 17، بربط يعني المجال القبلي بالسلطة المركزية في تونس. هذا على مستوى التاريخ الحديث بصفة عامة كي أقول. يعود كذلك إلى يعني إصلاحات القرن 19 التي بدأت بإدخال التعليم الحديث، وبدأت بأولى القوانين المنظمة للحياة يعني للحكم إلى غير ذلك. لكن العامل الحاسم هو إنشاء الدولة الوطنية في ما بعد الاستقلال، يعني بورقيبة. عملية تحديث الدولة وعملية التحديث المجتمعي هي التي حولت الروابط الاجتماعية من روابط ما نسميها روابط ما قبل الدولة، ثقافة ما قبل الدولة، يعني ثقافة الانتماء الطائفي أو الانتماء، معناش في تونس الانتماء الطائفي، لكن الانتماء القبلي أو الجهوي، حولته إلى انتماء وطني. ولعب التعليم الحديث في تونس دورا مهما جدا في صياغة الانتماء الوطني الجديد في تونس، وفي تجاوز الانتماءات التقليدية. وتعرفين أن بورقيبة كانت له حساسية كبيرة من الانتماء القبلي، صحيح، ومن يعني الزوايا والطرق الصوفية كذلك، يعني كل أشكال ما قبل الانتماء الدولتي. وبالتعليم، التعليم ماذا أنتج؟ أنتج أصناف اجتماعية جديدة، هي المحامين، هي الأطباء إلى غير ذلك، يعني ما نسميه بالتشكيلات المهنية الاجتماعية الحديثة. وأصبح يعني المجتمع يتشكل حول هذه الهويات الاجتماعية والمهنية، ومنها خرج العمل النقابي إلى غير ذلك. كل هذا سنجده بعد الثورة، يعني حتى عندما ضعفت الدولة لاحظنا في تونس بعد الثورة أن الانتماءات القطاعية أصبحت كبيرة. المحامين يعني قطاع قوي جدا، الأطباء كذلك، الأساتذة إلى غير ذلك، وأصبحت حتى تنافس الدولة. يعني ما ينافس الدولة في تونس على عكس بعض البلدان العربية الأخرى حيث تنافسها الثقافات ما قبل الدولة التي أشرت إليها، في تونس يعني القطاعية بالفرنسية نقول الكوربوراتيزم هي التي تنافس الدولة. هذه مسألة مهمة جدا، بالتالي وهي تهيئ للعمل السياسي بمعناها الحديث. أعود الآن إلى التحرر الفرد الآن من الأحزاب السياسية التي كانت موجودة. بالحقيقة هي صفعة للقوى التي كانت تمثل الحكم في تونس منذ 2011 إلى الآن، يعني حركة النهضة في البداية، ثم حركة نداء تونس. ولو أن حركة النهضة يجب أن ننسب المسألة، لأنه مجال القاعدة الدعوية لهذا الحزب يعني تمثل خزان كبير جدا، بغض النظر يعني على السياسة، هل فشل هذا الحزب أم لم يفشل، هذه القاعدة دائما تصوت لحركة النهضة نظرا لهذا البعد العقائدي وهذا البعد الدعوي كما قلت. لكن المشكل أنه الناخب التونسي يعني في 2019 وجد يعني من يمثل في الحقيقة السياسة بمعناها الحديث، إما ما نسميه يعني الليبرالية بصفة عامة بما يسمى في تونس العائلة الوسطية الوطنية إلى غير ذلك، أو العائلة اليسارية، يعني هي التي تنتمي في الحقيقة إلى يعني فكرة الهوية الوطنية والسياسة في إطار الدولة الوطنية. المشكل أن هاتين العائلتين، العائلة الليبرالية، دخلت مفككة، ودخلت خاصة بصورة الخصام حول السلطة.
يعني تلاحظ نداء تونس يعني انفجر تقريبا إلى 5 شقوق وخمس أحزاب كلها تتصارع فيما بينها. أضف إلى ذلك الصراع الذي ظهر بين يعني حزب العمال الشيوعي وكذلك الوطنيين الديمقراطيين داخل اليسار، وبالتالي أغلب الناخبين لم يجدوا يعني في هاتين العائلتين أي اختيار، فحولوا إلى اختيارات أخرى. نضيف إلى ذلك الشباب، وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في هذه الانتخابات التونسية، وهي دور وسائل الاتصال الاجتماعي، لأن جزء كبير من هؤلاء الشباب كانت لهم علاقة افتراضية بالأساس بالانتخابات الرئاسية، سواء في دورها الأول سواء في الانتخابات التشريعية أو حتى في الدور الثاني. يعني هؤلاء تم تأطيرهم وتم تحميسهم وتم يعني دفع بهم نحو المشاركة المكثفة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، وخاصة عبر فيسبوك، وهذه ظاهرة جديدة. حتى أنه حتى المرشح في حد ذاته قيس سعيد، يعني من الغريب أنه لم يتنقل كثيرا في البلاد التونسية، لم تكن له معلقات موجودة، لم يتكلم كثيرا في وسائل الإعلام، وهذا كما تتم الانتخابات في حقيقة في كل بلدان العالم. رغم ذلك تصدر يعني المشهد الانتخابي وكأنه خريج العالم الافتراضي. وحتى في الكلمة التي يعني قالها يعني بمناسبه وسمعنا مقتطف منها، نعم، يعني تلاحظون انه في الحقيقه، وهنا ربما ان ندخل في نقد الشخص، هي بعيده كل البعد عن واقع مرشح رئاسي. يعني ما علاقه القضيه الفلسطينيه بترشحك مثلا وان يكون العلم الفلسطيني؟ كل التونسيين مع القضيه الفلسطينيه، لكن في الحقيقه هناك سياقات يمكن ان تحدث فيها عن القضيه الفلسطينيه وسياقات اخرى لا يمكن، خاصه وانت مرشح تونس، معناه مرشح الشعب التونسي لحل مشاكل التونسيين. هل أنا قضية تونسية الفلسطينية حاضرة يوميا مثل ما تفضل الأخ؟ هي حاضرة أستاذ عادل طيفي، عفوا، حاضرة في الأحزاب، عندك أحزاب عروبية يسارية فاعلة في تونس وتطرح القضية الفلسطينية في أكثر من مكان. أعرف حاضرة، لكن نحن منذ البداية لا يجب أن نكون كذلك متناقضين في الكلام. قلنا أن أغلب يعني مواضيع يعني الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية تدور حول الشأن الداخلي التونسي، من فساد إلى غير ذلك، من كرة الأحزاب التقليدية إلى غير ذلك. وكل ليست حاضرة القضية الفلسطينية في الانتخابات، هي حاضرة في الوجدان التونسي بطبيعة الحال. هناك علاقة تاريخية بين القضية الفلسطينية وتونس تعرفونها جيدا، وليس المجال لاستعادتها، لكنها ليست حاضرة كموضوع انتخابي، وهذا مهم. هذا ما أردت قوله. يعني هنا يظهر كأنه قيس سعيد ابتعد نسبيا عن يعني مجال، أنا أريد من خلال ذلك أن أقول أنه مجال البعد الافتراضي حاضر، ولكن واقع الرئاسة وواقع الحكم اليوم واقع يعني معقد جدا. يعني نعم، هناك الهم الاقتصادي، الهم الأمني، الهم السياسي العام. نعم بالضبط، نعم. تماما واضح أستاذ عادل. أستاذ عبد الناصر بالعراض، ممكن نتفاعل مع سي العادل في نقطتين. النقطة الأولى التي يوافقه فيها هي في موضوع مشاركة الشباب ونصرته لقيس سعيد. ممكن حتى أضيف يعني رقم يعني تأكيد كلام سي عادل، أن من جملة الشباب الذين هبوا للانتخابات يوم أمس فيهم حوالي 90% هم شباب بين 18 و25 سنة، وفيهم 85% بين 18 و40 سنة. يعني هذا لتأكيد كلام سي العادل. في النقطة الثانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ممكن نختلف مع سي عادل أن ذكر قيس سعيد للقضية الفلسطينية والعام الفلسطيني في خطاب النصر وليس يعني ليس حديثا مباشرا على فلسطين، وليس خطاب حماسي بل لا. هو رمزية ورسائل. كيف ذلك؟ يعني هو لن يجيش الجيوش للتحرير، لكن باعتبار أن رئاسة الجمهورية من ضمن صلاحياتها الرئيسية السياسة الخارجية والدفاع، يعني الحديث على القضية الفلسطينية يعطي إشارات. الإشارة الأولى أن الحديث عن القضية الفلسطينية مربوط المخيلة الشعبية بالسيادة الوطنية، هذا شيء أول، يعني هو يعطي أهمية للسيادة الوطنية.
الشيء الثاني أن هو يحيل على التوجه العربي في سياسته الخارجية، وقد أكد ذلك بأن أول زيارة له بعد توليه السلطة ستكون للجزائر، وفي المناظرة السابقة تحدث بإطناب على المسألة الليبية. الشيء الثالث هو توجهه الدولي، الحديث عن القضية الفلسطينية كمعيار، طبعا هي مصالح تونس هي أولى، لكن ممكن بطريقة غير مباشرة أن ممكن توجهه في السياسة الخارجية سيتجه أكثر لدول أكثر صديقة للدول العربية أو لقوى جديدة، والخروج رويدا رويدا عن مظلة الدول التقليدية، يعني الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، في اتجاه دول أخرى الشرق أو الدول البريكس. نعم، شكرا أستاذ عبد الناصر. شكرا أستاذ عادل. أعود إليك دكتور خطر أبو دياب. بالنسبة إلى موضوع الحكومة، أي حكومة برأيك ستتشكل في ظل برلمان مشتت التكتلات، وأيضا حزب النهضة يطالعنا زعيم النهضة الغنوشي بأنه يجري اتصالات لتشكيل الحكومة ويرجح أن يكون رئيس الحكومة من النهضة؟ أبقى في سؤال المركزي، أي حكومة ستتشكل في ظل برلمان مشتت التكتلات؟ اسمح لي بسرعة أن أذلب الذلوي في النقاش السابق لأقول أن مسألة التحرر القبلي في تونس لا تطرح بحدة كما في أماكن أخرى. ربما هناك مشكلة ستتضح يوما أكثر فأكثر في تونس، هي المشكلة الجهوية، وتونس قطعت شوطا كبيرا في مسار التحولات هذه. لكن بالنسبة لموضوع رمزية القضية الفلسطينية والبعد التحرري، ربما السيد قيس سعيد يشبه ما أراده الشباب التونسي في صراع حاد ما بين هوية وهوية أخرى، ما أعلنته حركة حماس عن حماسها لفوز سعيد لا يصب في النهاية في لصالح التونسيين تماما كما يتصور البعض. إذا كان البعض في تونس يتصور أن القطيعة مع الغرب وأن مسألة القطيعة مع الحداثة وكل الأشواط التي قطعتها تونس يكون ذلك نوع من عودة لوقائع أخرى ربما لن تكون باهرة بالنسبة للتونسيين، هذا رأيي الشخصي. بالنسبة لموضوع الحكومة، نعم السيد الغنوشي أو الشيخ راشد الغنوشي الذي بقي في الحكم في تونس من خلال الثنائية مع الرئيس الراحل السبسي يحاول اليوم القول أنه فاز أيضا من خلال ترشيح قيس سعيد، ولو أنه لم يكن صاحب المبادرة بل عبر الدعم التي قدمته قواعده له، والآن يحاول عبر الحكومة ذلك بالرغم من أن ميزان القوى داخل البرلمان يفرض التحالف الأوسع أو يفرض على الأقل نوع من ثنائيات أو ثلاثيات. أعتقد أنه إذا لم يكن هناك تعددية في الحكومة التونسية سيصبح الوضع أصعب، لكن من الطبيعي أيضا أن النهضة هي الحزب الأول، وربما تحمل هذه القوى لمسؤولياتها وعدم غطائها بالثنائيات أو ثلاثيات يكون أيضا أفضل بالنسبة للتونسيين. نعم، شكرا دكتور خطر أبو دياب. أعود يعني لو نحدد أكثر شخصية، نحاول الشخصية السياسية لقيس سعيد، يعني السؤال الذي طرح ولا يزال مطروحا، هو محافظ هناك اتفاق على وصفه بالمحافظ، لكن هل هو ذو ميول سلفية محافظة كما يراه البعض مع رفضه للتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة وإقامة ورفض إقامة الدولة المدنية، وإن كان رافضا أيضا للدولة الدينية؟ نبيل شوفان، لو تحاول أن تحدد أكثر هذه الشخصية، شخصية سعيد قيس سعيد السياسية. فعلا محمد، أستاذ القانون المتقاعد صاحب الطلاب الأوفياء الذين تطوعوا لمساعدته فأوصلوا أستاذهم إلى قصر قرطاج بإمكانات محدودة، يرفض تقديم برامج انتخابية ويقول أنه لا يريد بيع الأوهام،
ويؤكد دائما بأن الشباب فقط وراءه وهم من يمتلكون برنامجهم. ويدافع سعيد بالشدة عن استقلالية القضاء ويتبنى شعارات الثورة التونسية: شغل، حرية، كرامة وطنية. يصفه البعض بروبيس بيير الثورة التونسية. طريقته في ممارسة السياسة مستلهمة من النقاشات السياسية، وينتقد بلغة عربية فصحى لا تفارق لسانه النظام السياسي البرلماني المزدوج. ينتقد على أنه محافظ يؤخذ عليه دعم حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي له، لكنه أيضا يؤكد دائما على استقلاليته، ولم يحدث أن استند إلى مرجعيات دينية في جميع خطاباته، بل إلى الدستور والقانون، وهذا أيضا يجعل من عملية تصنيفه سياسيا أمرا صعبا. شكرا نبيل شوفان. بقي لي سؤال، ولو كان الوقت يداهمنا بقي لنا دقيقتين فقط، يعني في التحديات المطروحة ما بعد هذه الانتخابات، الأولوية لمن؟ للاقتصاد، للسياسة، للأمن؟ أستاذ عبد الناصر. التحدي الأول حسب رأيي بالنسبة للرئيس الجديد حسب صلاحياته هم العلاقات الخارجية فيما يخص كل ما هو اتفاقية دولية، وخاصة اتفاقية الأليكا، اتفاقية الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل حسب رأينا في حركة الشعب خطر على مجالي الفلاحة والخدمات في تونس. والجانب الثاني هو الأمن ومواصلة مكافحة الإرهاب. هذا الجانب تقدمت فيه الحكومات السابقة رغم معارضتنا لها، ويعني نشكرها على ذلك، لكن ما تحدث عنه السيد قيس سعيد هو أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالأمن والسلاح، بل هي أيضا مكافحة ثقافية اجتماعية وحتى فلسفية. هذا من النقطتين الأساسيين في مجال صلاحياته. المجال الآخر هو المجال الاقتصادي، وهذا ما ينتظره الشعب التونسي منذ سنوات. رئيس الجمهورية ممكن تكون له سلطة أدبية، ممكن يقترح مشاريع قوانين، صحيح صلاحيته محدودة، محدودة، لكن نظام شبه برلماني أكثر. نعم. صحيح أنه ممكن يقترح مشاريع قوانين، ممكن أن يؤثر أو يرعى حوارا مع الأطراف الاجتماعية، لكن في البرلمان ليس له كتلة وازنة. لكن نحن في حركة الشعب وقد حصلنا على كتلة وازنة سندعم توجهات قيس سعيد في البرلمان القادم بحول الله. أشكرك الأستاذ عبد الناصر بالأعراض، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ممثل حركة الشعب عن دائرة فرنسا. أشكرك أستاذ عادل لطيفي، المحلل السياسي، المعلق السياسي، وأشكرك المحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. شكرا لمشاركتكم في هذا البرنامج الخاص حول نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي حظي بها المنافس قيس سعيد على أكثر من 75% من الأصوات، فيما حصل منافسه نبيل القروي على أقل من 25% من الأصوات. أشكركم. مونتي كارلو الدولية من باريس، محمد كلش.